اللي لفت نظرنا واللي شجعنا اننا النهارده نجيب او يكون معانا عينه كده منتقاه من النبته الحلوه اللي بتحصل، هو انه الفكره اللي ورا الايفنت او الحدث اللذيذ اللي احنا شفناه ببساطه جدا. في حاجه كده في العالم كله اسمها حاضنات الاعمال، وحاضنه الاعمال الهدف الاساسي منها انها تمكن الناس اللي بتشتغل في مجالات معينه انها تنجح. ما انا عايزك تنجح، لانك لو نجحت بالتالي الدولة نفسها تنجح. عشان كده الدولة في مصر مثلا هتلاقي في حاضنات أعمال كتيرة قوي للتكنولوجيا، ودي أعتقد اتكلمنا عنها كتير، حاضنات أعمال كتيرة قوي للصناعات والحرف اليدوية. ده كلام جميل ومنطقي بنسمع عنه كل يوم. الحلو بقى النهاردة إيه؟ إنه بقى في حاضنة أعمال للفن، وتغيرت الصورة، أو يا رب تتغير الصورة بتاعت إن الفن ده ما بياكلش عيش، وإن اشتغل لك شغلانة جنب الفن عشان تعرف تعيش. الحقيقة إنه ده السؤال اللي إحنا هنسأله النهاردة يعني نجوم جيميناي أفريكا. إحنا شفنا التقرير والحدث اللي كان بشراكة ما بين أكاديمية البحث العلمي، ودي حاجة جميلة إننا نلاقي أكاديمية البحث العلمي في جزء من الدعم المقدم ليها للفن، وبين إحدى البنوك إنه يطلع كل هذا القدر من الفن والإبداع. أنا لغيت كتير مش هتكلم تاني خلاص. إحنا مبسوطين ومتشرفين إنه معانا أستاذ أحمد رجائي مؤسس شركة سودوكو للإنتاج الفني والثقافي. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك. ومعانا الأستاذة ماجدولين نادر. أهلا بيكي. أهلا. والأستاذ عصام ناجي. أهلا بينا. مؤسسي فيرست تري. مظبوط كده، شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية. بتشتغلوا في إيه كمان؟ مش بس الافلام الوثائقيه يعني كمان الدانس موفيز، افلام الرقص القصيره، وبعض الورش اللي بتتعمل للاطفال والنساء في داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها كمان. انتوا بتوع فن، محتوى فني عظيم، وسودوكو بتشتغلوا في الفنون الادائيه مش كده؟ مسرح اكتر. مظبوط. طيب ببساطة جدا لازم حد يشرح أحسن مني الكلام الملعبك اللي أنا قلته غالبا. عايزة ابتدي بيك يا صم بعد إذنك. شور. حاضنة أعمال للفن يعني بيعملوا إيه؟ مين؟ هي الحقيقة مبادرة جيميناي أفريكا كانت لطيفة جدا، لأن هي لأول مرة بيحصل انكيوبيتر أو حاضنة للفنون الأدائية، performing arts، مش مجرد فقط الفنون بشكل عام، مش الفنون التشكيلية، مش الرسم، مش أنواع مختلفة تانية من الفنون. لا، أكتر الفنون الأدائية performing arts، يعني كل ما هو يفعله، كل ما يفعله الجسد، يعني الرأس، طريقة الحكي، كل ده هو اللي كان مدعوم من جيميناي أفريكا. فالحقيقة كان في مجموعة كبيرة من الشركات أو الستارت أبس المتقدمة، وكلهم كانوا متميزين جدا في كل ما قدموا. والحفلة اللطيفة اللي احنا شفنا ريبورتاج بتاعها من فترة بسيطة كان فيها مجموعة من الناس اللي كانت كسبت في الحاضنة. ده كان حفل الختام. مظبوط. أو التخرج يعني. أو التخرج مظبوط. اللي كان منهم سودوكو وفيرست تري وشركات كتيرة تانية. وكان حفل حقيقة مميز قوي، لأن احنا قدرنا في الفترة الطويلة دي من جيميناي أفريكا إن احنا نتعرف على كل ما ينقص الستارت أبس، شركات الانتاج اللي بتبتدي في البرفورمينج ارتس. زي ما انت قلت يا دينا، ازاي نقدر ناكل عيش من الفن؟ وهو ده اللي ساعدنا فيه جيميناي أفريكا.